37 سنة وداخلين بال 38 من التربية أولا والتعليم ثانيا، هاي هي رسالتهم رهبات الوردية العقبة. رغم امتحانات نهاية الفصل إلا إنهم سمحوا لنا نكون بينهم. مهما تطورت العملية التعليمية بيضل في علاقة خاصة بين الطلبة والرهبات، وفي هيبة نابعة من الاحترام والمحبة المتبادلة. مدرسة رهبات الوردية في العقبة أسسنا، تعمرت المدرسة عام 1985 وباشرنا مباشرة فيها في تدريس طلابنا من قسم رياض الأطفال. المدرسة اليوم من عمر 3 شهور لطلاب التوجيهي، ولكن صار فيها عدد الطلاب قسم بعد قسم عمالها عم تكبر. مدرستنا مدرسة عربية وحضورنا كتير فاعل بالمجتمع العربي المحلي في العقبة. عدد طلابنا اليوم يتراوح 1700 طالب ذكور وإناث، بيعيشوا علاقة كتير حلوة، علاقة أخوية بين بعضهم البعض، بيربوا بجو عائلي وأسري. عدد هيئتنا التدريسية اليوم 184 خريجينا. اليوم السنة منكون 26 فوج مخرجين لمحافظة العقبة، وعدد سنوات تأسيسنا 37 سنة من المحبة، من العطاء، من الاستمرارية. رهبات الوردية اليوم بتتطلع كتير للأمام، عندها رؤية مستقبلية طبعاً تتناغم مع أهداف جمعيتنا ورسالة جمعيتنا ورؤية جمعيتنا على أنه اليوم نحقق تعليم الفتاة والشاب العربي لوطننا الحبيب. مين هم رهبات الوردية؟ هالأخوية تأسست سنة 1843 وين؟ في القدس. نعم في القدس، وعلى يد الأم سلطانة، هيك كان اسمها قبل الرهبنة. هي نفسها القديسة ماري ألفونسين، ولغاية اللحظة الوردية تعمل لصالح أي مجتمع بتتواجد فيه. اليوم نحن مش موجودين فقط في العقبة ولا موجودين فقط في الأردن، نحن اليوم موجودين في كل الشرق الأوسط، في فلسطين، في سوريا، في الأردن، في لبنان، في الكويت، في الخليج، عندنا 3 مدارس، أيضا في روما. لغتنا العربية هي اللغة الأهم طبعا، جنبا إلى جنب باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. نحن عددنا الأخوات الرهبات، نحن 3 رهبات معنا رئيس للدير، ونحن أخوات تنتين عم نشتغل في قطاع التربية والتعليم في المدرسة، مسؤولين عن كل المدرسة إدارياً وأكاديمياً، وأكيد نحن عنا نخبة من الهيئة الإدارية اللي عم بتساعدنا في هذا المكان. بنسمع عن دمج ذوي الإعاقة، هنا في فعل، في تطبيق على أرض الواقع، مش كلام بس. طبعاً جمعية رهبنت الوردية بشكل خاص ورهبات الوردية في العقبة أيضاً راهنوا على النجاح، فاستمرارية لتطلعات أخوات المديرات السابقات في أنه يكون المدرسة دامجة لخدمة مساندة، فأخذوا خط الطلبة المكفوفين في محافظة العقبة. اليوم المدرسة عم تعمل دمج بين الطلبة المكفوفين والطلبة اللي بيقدروا يبصروا عادي. عندنا 9 طلاب، خريجة واحدة بالجامعة الأردنية سنة ثالثة بالجامعة عم تدرس لغات.
هدول الطلاب هم عين الوردية في العقبة بصراحة، بالرغم من إنهم مكفوفين في عنا ممكن الكف الجزئي والكف الكلي، لكن هدول الطلاب هم النظرة المستقبلية اللي عم تطلع فيهم رهبات الوردية، هم عم بيعيشوا مع أقرانهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إلهم كل المحبة، إلهم كل الاحترام، إلهم كل التقدير. اللي بيعرف الأخت الراهبة دميانة بدر بيكون متعود على مفاجآتها الحلوة. لا، وطلعت مفاجآتها ما بتنتهي. آخر شغلة أحكيها عن المدرسة إنها بعد الدوام تتحول لمركز أنشطة متعددة لعائلات الطلبة والعاملين.